سلام البنات ان شاء الله نهاركم زين ولادنا كامل راهم مع الامتحانات ان شاء الله ربي يوفق كل التلاميذ في الامتحانات انا نقري ولادي الرياضيات العمليات اللي عودتهم وحفظتهم لهم بطريقه سهله ولقاو دائما سهوله في في حل تمارين الرياضيات والوضعيه الادماجيه في الرياضيات قلت علاش لا لا نبارطاجي معكم هاد لي 3 استوس نعرفهم وعلمت بهم ولادي من الكبيره للصغيره فوالا آه نبداو على بركه الله في العمليه الاولى باغ اكزومبل تبعوني البنات علموها لولادكم باغ اكزومبل العدد 41 41 في 31 بلا ما نديرو حسابات بلا ما نديرو اي عدد رقم احاده واحد في عدد ثاني رقم احاده واحد شو تبعو الطريقة واحد وربعين في واحد وثلاثين شوفو نواسي واحد واحد ندير واحد نحسب هنايا ربعة في ثلاثة يساوي طناش ومباك واش ندير ربعة زائد ثلاثة ربعة زائد ثلاثة يساوي سبعة يعني واحد وربعين في واحد وثلاثين يساوي ألف وميتين وواحد وسبعين نتحقو بالآلة الحاسبة سيري نتحقي بالآلة الحاسبة إن شاء الله راهي تبان ونشوفو النتيجة واحد وربعين في واحد وثلاثين يساوي ألف وميتين وواحد وسبعين شوفو هاد الطريقة سهلة بزاف نزيد نوري لكم عملية أخرى اظن ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذيك العمليات وكان ديروا عمليه تاع ارقام باغ اكزومبل 200 أربعة في تلتمية وثلاثة مع الأول درنا رقم أحده واحد دوكا أي عدد رقم عشراته صفر تبعو الطريقة كيفاش كيفاش نديرو شنو نسول البنات حاجة الأولى رقم الأحد مع رقم الأحد نديرو ربعة في ثلاثة ربعة في ثلاثة يساوي طناش نكتبو هنا نزيدو اتنين في ثلاثة 2 في 3 يساوي 6 خصنا رقمين هنا كاش نواسو آه نواسو 2 في 3 2 في 3 شحال يساوي يساوي 6 و 4 في 3 شحال يساوي 12 6 6 و 12 نجمعوهم 6 12 يساوي 18 نكتبو النتيجه تحققي سيرين بالاله الحاسبه 204 في 303 شوفوا شحال جات النتيجه نفس النتيجه هذوما جوست دي زاستوس علمتهم الاولادي وحابه نشاركهم معكم اما الحاجه اللي واعره بزاف جدول الضرب رقم 8 حنعطيكم طريقه جيت كتبت 18 خطرات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نديرهم كامل في عدد 1 2 3 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إن شاء الله نلقى دعاوي الخير من فوالا شوفوا جدول ضرب ثمانية عودوا ولادكم على هاد الطريقة شوفوا هنا ندير صفر واحد تنين ثلاثة هنا ندير أربعة وأربعة ومن بعد نزيد خمسة ستة سبعة ثمانية من ثمانية نعاود نطلع ندير ندير عدد زوجي صفر اثنين اربعة ستة ثمانية عشرة عشرة ندير رقم عشرة اثناش اربعتاش ستاش ثمن ثمانية عشر فوالا هذا هو طريقة للحساب تاع جدول الضرب رقم ثمانية لولادكم ان شاء الله استفدتوا من هاد ليزاستيس في الحساب شكرا البنات ربي يحفظ ولادكم وربي ينجحهم ان شاء الله